الرياضيه، لانه اللاعبين بلاو البلاء الحسن الحمد لله في النتائج ديالهم الكامله. هذا الدور هذا الحمد لله تخطيناه في احسن الظروف، لانه وصلنا ل 18 النقطه، وهذه حصيله مهمه، وكذلك بقات الشباك ديالنا نظيفه، وهذا انجاز في حد ذاته، لانه ما عمرتش الفريق وصل لهذا الانجاز هذا. والحمد لله اليوم الفريق هو شفتيه كيلعب لا داخل الوطن ولا خارج الوطن، وتمثل المملكه المغربيه احسن تمثيل، وكره القدم والرياضه عامه. فلا اللاعبين ولا المسؤولين ولا الجماهير الرجاويه مع الاسف اليوم ما تتواجدش معنا في الملاعب، الحمد لله راه غادي تكون جميع الناس هما فرحانين، والحمد لله الرجاء ترجع للمستوى ديالها المعهود، المستوى ديالها العالي، لا من ناحيه النتائج ولا من ناحيه الاداء كذلك. وتنشكركم، تنشكر جميع المكونات ديال الرجاء، ما لا من مدربين ولا الطاقم التقني ولا مسؤولين ولا جمهور اساسا اللي هو الدعم الاساسي ديال الفريق. وكذلك تنشكر جميع الوسائط وجميع وسائل الاعلام التي تدعم الفرق المغربيه والرياضه عامه، وشكرا للجميع. كيفاش غادي تكون العلاقه ديالكم مع اللاعبين اللي غادي تسالي الكونترا ديالهم، وكيفاش كتوجدوا من الان لهذا اللقاء اللي هو مهم؟ خصهم جلسه خاصه لانه هذا سؤال مهم، ولكن يمكن لك نجاوبك على السطر الاول من السؤال ديالك، وانه كنا احنا فرحانين الان اللي تحدث واحد التاريخ، ولو انه بعيد عنا، لانه تتعرف الرجاء اليوم تتعاني معاناة بحيث انه كل ما تتعطل هذا التاريخ ديال هذا اللقاء هذا، وانه تطلب منا كذلك مجهودات كبيره لوجستيكيه وماديه ولكن الحمد لله اللي تحدث التاريخ. حنايا كل يعني الطاقه ديالنا وكل جهد ديالنا هو متوجه لهاد المباراة هذه النهائية ديال الكأس العزيزة علينا اللي تتحمل اسم صاحب الجلالة نصره الله، ونحن إن شاء الله غادي نحاولوا نكونوا في المستوى الكبير باش نمثلوا بلادنا المملكة المغربية. البطولة السي الأندلسي، على البطولة الوطنية، كلمة عن البطولة الوطنية. البطولة الوطنية فهي كذلك حنايا باقي الأشواط كبيرة، ومشينا تقريبا النصف ديال البطولة، والمركز ديالنا الحمد لله كيخول لنا أنه نكونوا دائما في التربص، ولأنه يعني هذا الموقع تيكون دائما ثاني تيكون مريح، وراكم تتعرفوا كيفاش البطولة تتمر وتتكون الضغط أقل علينا، وإن شاء الله غادي نواجهها بكل ما يمكن من جهد وصرامة، وكذلك الأداء اللي تطالب به الجماهير تطالب به المحبين، وحنا الأولين المسؤولين على فريق الرجاء. شكرا شكرا فيليستاسيون. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.